مدبولي يؤكد أن الحكومة لم ولن تدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة لتحقيق مستهدفاتها. وزيرة التجارة والصناعة تتوجه إلى موسكو لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري. توقيع عقد لتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي الأقصر. الثانية ظهراً 12 بتوقيت غرينتش، نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. مشاهدينا أهلاً بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقيق مستهدفاتها. جاء ذلك خلال افتتاحه جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة للبورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا لتدشين مؤشر تميز لقياس أداء وحركة السوق، حيث لفت مدبولي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات. أود أن أعرب عن سعادتي بوجودي اليوم في البورصة المصرية، إحدى أقدم البورصات وأعرقها، بما يمثل رسالة واضحة بأهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل. وأؤكد أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصة رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذي انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخراً عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار. السيدات والسادة الحضور، تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات. ولذلك أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، التي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي. هذا وأكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال افتتاح جلسة التداول اليوم أن إدارة البورصة عملت على مدار عامين على تطوير وتنفيذ خطة لهيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق. عملنا تفعيل لحاجة اسمها الحسابات المجمعة بحيث أنه يقدر يوزع. هل الرحلة على كده؟ لا، احنا مكملين. التكملة في هذا الأمر إن الشركات المقيدة هتتعاقد النهاردة، هيصدر القرار للتعاقد مع الرعاة علشان مسؤولي علاقات المستثمرين ونتأكد من النشاط في هذا الأمر. هنجذب شركات جديدة للقيد، هنعمل اتفاقات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع مؤسسات القطاع المصرفي اللي لديها استثمارات في شركات. هنحفز الطلب المؤسسي من خلال اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار، ودي المبادرة اللي طلبت. وآخر حاجة على مستوى التعاون الدولي مع البنك الإفريقي للتنمية، عنده مبادرات لمساندة وتمويل الشركات الصغيرة المتوسطة، يعني بالتعاون من خلال وزارة التعاون الدولي لو يبقى فيه إمكانية إن احنا ندخل هذا الأمر في البورصة.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا أعده الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب حول النتائج الإيجابية التي تضمنها تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن التقرير أشار إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة كأكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا في العام الماضي، مضيفا أن التقرير رصد قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة. غادرت وزيرة التجارة نيفين جامع القاهرة متوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني. وأشارت جامع إلى أنه من المقرر أن تعقد على هامش أعمال اللجنة عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في روسيا الاتحادية، من بينهم دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة الروسي وأندري سيلينيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. شهد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس أول أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستهدف بناء قدرات المهندسين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر. أكد شاكر التطلع لتعميق الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية والاجتماعية مع كل الدول، مشيرا إلى التحول الكبير الذي حدث في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كنتاج مثمر من العمل الجاد الذي استمر خلال 7 سنوات، ومؤكدا على مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من التعاون والنجاحات. نناقش التفاصيل إذن مع ضيفنا هاتفيا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن، هذه الأكاديمية تأتي بالتأكيد تتويجا لهذا هذا الكم من المشاريع في قطاع الكهرباء، سواء في إنتاج الكهرباء من الغاز أو من طاقة الرياح أو من الشمس، فما التفاصيل إذن، ما الذي تستهدفه هذه الأكاديمية؟ طبعا هو يعني من ضمن الاهميه اللي بتواكب التطور الكبير اللي تم في هذا القطاع الحيوي هو بناء الكوادر البشريه والكوادر المصريه لمواكبه التطور الكبير اللي بيتم على المستوى العالم، وخاصه في اهتمام الحكومه المصريه بصفه عامه للتحول الرقمي واهميه دخول تكنولوجيا المعلومات في هذه المنظومة. ويمكن من ضمنها طبعا في اهتمام وزارة الكهرباء بالتحول الرقمي في مجالات يعني عديدة، وفي نفس الوقت مهم قوي قوي ان احنا نرفع من مستوى الكوادر البشرية عندنا من مهندسين وعاملين علشان تقدر ان هي تبقى في توطين لهذه الخبرة على يعني داخل مصر. وطبعا بنحاول نحتك دائما بالخبرات العالميه في هذا المجال. يعني هي إذن مواكبه للتكنولوجيا الجديده المستخدمه في استخراج الكهرباء بمختلف انواعها، وايضا لتطوير المنتج البشري. مظبوط، خاصه ان احنا بنتحول من الشبكه النمطيه لشبكه ذكيه، وده بيتطلب بعض الاضافات على مستوى المهمات التكنولوجيه الحديثه ومراكز التحكم الحديثة المتطورة، بالإضافة إلى البرامج الإلكترونية الحديثة المتطورة. وأيضا ده بالتبعية لابد أن هو بيتطلب أن يكون عندنا الكوادر المصرية اللي تقدر أن هي كمان تنقل هذه الخبرة لمهندسين جدد. وده من ضمن النقاط المهمة جدا اللي احنا بنسعى إليها، مش بس أن احنا نحتك بالخبرات الأجنبية والخبرات كبيرة في هذا المجال في كل المجالات بصفة عامة يعني، ولكن احنا وجود ما يكون في أكاديمية على مستوى عالي جدا من التكنولوجيا ومواكبة التطورات
وبالتالي بتقدر تعد الاجيال وصف ثاني وثالث من الكوادر المصريه المتقدمه والمتطوره باحدث الطرز الموجود. يعني اذا المناهج الدراسيه او مناهج التدريب ستكون متنوعه حسب الخبرات وحسب الكفاءات المطلوبه وحسب تنوع الخبرات البشريه، متى اذا ستبدا هذه الاكاديميه عملها دكتور حمزه؟ هو طبعا احنا يعني بدانا بتوقيع هذه المذكره التفاهم، وان شاء الله قريبا باذن الله تبدا تنطلق هذه الاكاديميه، وكلنا اهتمام كبير جدا بمتابعه المنتج من المتدربين اللي يعني ان شاء الله هيطلعوا من هذه الاكاديميه، بالاضافه الى هيبقى ليهم دور مهم جدا نقل هذه الخبرات برضو من خلال هذه الاكاديميه ل يعني برضو الصف الثاني زي ما قلنا والثالث من المهندسين. هاتفيا الدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، اشكرك جزيل الشكر. عقدت وزارة التخطيط اجتماعا لبحث آليات دعم التحول القطاع الخاص إلى الاقتصاد الأخضر، وأكد جميل حلمي نائب وزيرة التخطيط الحرص على اتباع النهج التشاركي في التخطيط، موضحا أن مثلث النجاح يتمثل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن رؤية مصر لعام 2030 تضمنت أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها. شهد وزير النقل كامل الوزير توقيع عقد تنفيذ لمشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي الأقصر بطول 118 كيلومتر بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف من كوريا الجنوبية. ولفت وزير النقل إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 110 ملايين دولار تشمل الضمان والصيانة، والذي سيتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث، كما يتكون المشروع من 14 برجا رئيسيا و45 مزلقانا. تعتزم وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إطلاق كتاب يوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في كلية لندن للاقتصاد. يسلط الكتاب الضوء على تدشين الوزارة إطارا مؤسسيا للدبلوماسية الاقتصادية لمصر، يعمل على توطيد علاقات مصر الاقتصادية مع شركاء التنمية بما يعزز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. كما يعد الكتاب ترويجا عالميا لتجربة مصر الناجحة في العمل الإنمائي. أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيد قرارا باستمرار التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق ACI للشحنات في الموانئ البحرية حتى نهاية سبتمبر المقبل، والتطبيق الإلزامي الذي سيبدأ في الأول من أكتوبر. وأشار وزير المالية إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلبات مجتمع الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات بإتاحة وقت إضافي لها للانضمام للمنظومة كمهلة أخيرة، والذي كان مقررا في مطلع يوليو المقبل. لمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا المهندس خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية التابعة لوزارة المالية. دكتور، يعني من الجيد أن يكون هناك حوار معكم أو بينكم وبين مجتمع الأعمال بمختلف توجهاته، لكن ما الذي ستتم تجربته طوال الأسابيع المقبلة؟ أهلا وسهلا بك. أنا طبعا بشكرك على
على اللقاء ده لانه عايز اوضح بعض النقط في مشروع التسجيل المسبق للشحنات، لان احنا اعلنا عنه قرار الوزير كان في فبراير 2021، وبدانا فتره تجريبيه من اول ابريل. بعض الشركات طبعا تقدمت من اول ابريل وابتدينا نعمل بعض الاجراءات، وابتدينا عملنا فوق ال 50 ندوه ويبينارز مع المجتمع التجاري كله ومستخلصين، عملنا لقاءات كثيره يعني فيزيكال كمان مش مجرد بس ويبينار اونلاين مع كيانات المجتمع التجاري والغرف التجاريه في القاهره وفي اسكندريه وبورسعيد وبعض المناطق الاخرى. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها انه بدا بعض الشركات سجلت، وبعض الشركات منهم يمكن عدد كبير من الشركات الكبيره اللي موجوده في مصر سجلوا الاي سي اي وتعاملوا تدريب لموظفيهم وابتدوا يسجلوا وخدوا اي سي اي دي. الارقام اللي عايز اقولها لحضرتك النهارده مثلا على سبيل المثال، النهارده وانا بتكلم حضرتك فيه حسب بيان الوزير طلع 6228 كيان مسجلين النهارده على المنظومه بحيث انه يقدر يعمل اي سي اي ويطبق الاي سي اي دي على طول على شحناته. وكم عدد المستهدف دكتور مهندس خالد؟ المستهدف طبعا ان احنا نغطي المجتمع التجاري كله، ولكن احنا بنستهدف حاليا على الاقل 50-60% اللي هم الاكتف يعني اللي هم النشطين اللي عندهم استدامه دايما وشحنات متتاليه في يعني من 6400 المستهدف للوصول ل 50% يعني لو وصلنا 12000 13000 مثلا ده هيبقى كويس جدا بالنسبه لنا نقدر نبتدي، واللي عنده شحنات بعد كده يبقى عنده الوقت ان هو يجي، لانه مش كل الناس تستورد كل شهر وكل اسبوع، يعني الشركات اللي سجلت دي بيبقى عندها شحنات اسبوعيه وكل يوم وكل يومين، لان دي ناس بتنتج مثلا الشركات الكبيره. نعم. عندها مستلزمات انتاج، عندها خطوط انتاج وهكذا. هل هذا العدد متوقع حتى اكتوبر المقبل؟ ان شاء الله ان نخلص العدد ده، ان شاء الله يكون احنا بس عن طريق يعني جميع قنوات الاعلام كلها بنناشد المجتمع التجاري بسرعه التسجيل وانهاء اجراءاته، وطبعا يبتدي بقى يعمل الفتره التجريبيه دي بحيث انه يختبر النظام بالنسبه لشغله. طب المشكله الان في عدد الشركات التي سجلت او لم تسجل حتى الان في هذا النظام، ام ربما في التعامل مع هذا النظام؟ لا لا، حاليا عندنا المشكله في قله عدد الناس او الشركات اللي سجلت على النظام. هو ده اللي خلى الوزير ياخد قرار بتأجيل الفترة الإلزامية أو يعني تأجيل تاريخ الإلزام من 1/7 إلى 1/10. طب في إطار هذا الحوار احنا شغالين في المرحلة يعني الاختيارية، يعني بعض الشركات زي ما بقول لحضرتك ابتدوا يشتغلوا وخدوا اي سي اي اي سي اي دي وابتدوا يفرجوا عن شحناتهم كمان بالمستندات الرقمية على طول. طب دكتور يعني في إطار هذا الحوار، ما الذي يعيق الشركات عن التسجيل؟ هل هناك يعني ربما كسل منهم؟ هل هناك تعود على النظام القديم؟ هل هناك مشكلة مع النظام الجديد؟ والله مش عارف ايه السبب، ولكن ده يبدو انه يعني بدون احنا طبعنا كده المصريين دايما بنشتغل على اخر لحظة، يعني احنا دايما بنيجي على يعني في اخر لحظة ونقول نبتدي نسجل، فطبعا لما بيحصل لو جامد من العدد، يعني انا وانا النهارده مثلا عامل كاباسيتي ان انا اخلص 300-400-500 شركه في اليوم كحجم العماله عندي وحجم الموظفين، وفاجئ ان انا مفروض اخلص 2000 شركه في اليوم، فطبعا لازم يحصل عندي مشكله وهكذا. المهندس خالد ناصف مستشار التكنولوجيا في الشركه المصريه لتكنولوجيا التجاره الالكترونيه التابعه لوزاره الماليه، اشكرك شكرا جزيلا. إلى فاصل قصير نواصل بعده نشرتنا الاقتصادية، كونوا معنا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزياده المعاشات اعتبارا من الاول من يوليو المقبل، ونص القرار على زياده المعاشات بنسبه 13%، نشر القرار في الجريده الرسميه.
عقد وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماعا لاستعراض مقترح المخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبي لمدينة الجيزة. وأوضح وزير الإسكان أن المشروع يهدف إلى الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى في النطاق المحيط والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة على الواجهة النيلية والمحاور الرئيسية، إلى جانب إنشاء مركز نقل جماعي لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية وما تسببه من اختناقات مرورية، بالإضافة لإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين. حضرت الهيئة العامة للرقابة المالية استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء. وأكدت الهيئة على إلزام الشركات والجمعيات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية باتباع الضوابط القانونية الصحيحة للحصول على ضمانات من العملاء. إلى برلين، فقد قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا سوف يتعين عليها إنفاق مبالغ طائلة في الأعوام القليلة المقبلة للمساعدة في التغلب على التحديات البيئية والتكنولوجية بعد أزمة كورونا. وفي كلمة ألقتها في مؤتمر الاتحاد الصناعة الألماني، قالت ميركل إن بعض القطاعات ستظل تحتاج إلى المزيد من المساعدة بعد الأزمة. أشارت ميركل إلى أهمية ضخ استثمارات ضخمة وإجراء إصلاحات من أجل الانتقال إلى اقتصاد مواتٍ مع أهداف حماية المناخ. أظهرت دراسة عدها البنك المركزي الأوروبي أن الرجال عانوا أكثر من النساء من فقدان الوظائف في منطقة اليورو بسبب جائحة كوفيد-19. وقال المركزي الأوروبي أن الرجال مثلوا أكثر من 60% من الذين فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي. نمت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في 15 عاما خلال العام الحالي بعد تخفيف إجراءات العزل العام وإطلاق الطلب الكامن لازدهار قطاع الخدمات المهيمن على التكتل. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر IHS ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 59 نقطة من مستوى 57 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ شهر يونيو من عام 2006، كما فاقت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. هبطت إنتاجية النفط من مصافي التكرير في الهند لأدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال مايو الماضي، مع معاناة الاقتصاد الآسيوي من تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا. وقالت وزارة البترول والغاز الطبيعي إن نشاط التكرير في المصافي تراجع بنحو 7.7% على أساس شهري عند 4.5 مليون برميل يوميا، فيما لا يزال نشاط المصافي مرتفعا بنسبة 16% على أساس سنوي. هذا وقد ارتفع خام برنت خلال تعاملات اليوم في ظل التفاؤل بتعافي الطلب العالمي، حيث تدرس أوبك بلس زيارة تدريجية لمستويات الإنتاج في أغسطس المقبل بعد التطور العالمي في حملات التطعيم ضد كورونا الذي أظهر أن حركة المستهلكين تتعافى بوتيرة متسارعة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% لتصل إلى 75 دولارا و43 سنتا للبرميل. أما في نشاط أسواق المال، فقد قفزت أسهم التكنولوجيا الأوروبية خلال تعاملات اليوم بعد نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في 15 عاما. وارتفع مؤشر يورو ستوكس يورو بنحو 0.2%، كما صعد مؤشر كاك الفرنسي بقيمة 0.1%، وزاد داكس الألماني بمقدار 0.1%، فيما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.3%. وأخيرا، استقرت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات بعدما شهدت التداولات تقلبات حادة في أول جلستين من الأسبوع الحالي، وسط ارتفاع الأسهم في أسهم الاستهلاك وهبوط أسهم قطاع النقل وتراجع مؤشر نيكاي
بأقل من 1.1% ليصل إلى 28,875 نقطة، بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% مسجلا مستوى 1,949 نقطة. لمزيد من الأخبار والأخبار الاقتصادية يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. دمتم بخير، هذه تحياتي أحمد بشتو.